أكثر ضوار الأربعين من العراقيين الشرفاء. إذا مفتاح نجاة الشيعة بل نجاة كل العالم بيد شعب العراق الكريم. نطلب من جميع زوار الإمام الحسين عليه السلام من العراق الكريم أن ينظروا مواكبهم باسم وذكر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويجعلوا ثواب مشيهم ومسيرتهم للزيارة بنية طلب الفرج، ونهدي ثواب كل أعمالنا وخدماتنا في هذا الطريق لإمامنا المهدي وفرجه وكل زوار الإمام الحسين عليه السلام. نعاهد المولى قمر العشيرة أبي الفضل العباس عليه السلام بأن تحت قبة الإمام الحسين عليه السلام نكثر الدعاء لفرج ولده الغريب المهدي حتى نمتثل أمر إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، هلا اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل.